اتفضل يا سيدي. طمنت خلاص ان المليون جنيه بقوا في حسابك؟ كده تمام زي الفل. فين الورقه بقى؟ اتفضل يا دكتوره. تمام؟ في ورقة تانية بقى مش عارف هتخصك قوي ولا لأ. إيه دي؟ ده توكيل كانت عاملاه هانم والدتك لوالدي. للأسف ده زي قلته، لأن والدك ممكن يروح الشهر العقاري يطلع بدل فائد في أي بلد. أوكي. عامة رقمي معاك، لو احتجت أي حاجة في أي وقت كلمني. كله تمام. تمام يا عمرو. باي باي.